يعني أكثر سعادة، وهي غادة أن تمتل أمام جلالة الملك والمتول أمام جلالة الملك، وتبقى من الأشياء اللي هي هامة في ذاك، لأن هي كانت عاشقة للوطن وتتبغي جلالة الملك، كيف بادلها نفس الحب وعينها وزيرة في 2007. حقيقة كانوا واحد وزيرات سيدات، ولكن هي تعينت كوزيرة الثقافة، وتعينها هي وزارة الثقافة فيه تكريم الإبداع والمثقفين، يعني دار لهم وحدة ديالهم، وبالفعل هي كانت منخرطة في الهموم ديالهم. هي انتقلت إلى الرباط إلى الوزارة، ونقلت معها الهموم من القواعد ديال الفنانين وديال المسرحيين وداكشي، وجاءت باش يمكن لها يعني تقوم بهذاك الدور وهذاك المهمة اللي غادا تقوم بها. أنا ما نكذبش عليك، أنا الحقيقة ديال ما كنا نسمع جميعا، أنا اللي كان كيبان لي هو أولا الاحترام الكبير والمتبادل بالعطف، الاحترام الكبير الواجب للملك هذا في الدستور، ولكن التبادل بالعطف جلالة الملك. جلالة الملك عبر عن عطفه ليس على توريج ولكن على الفنانين الكاملين. فنان تيتعرض لواحد الإصابة تلقى الصدر حنين ديال جلالة الملك، وال يعني إما العلاج وإما كل القضايا اللي كانت كتطرح كلها كانت